النبلوذات لاحقا عن المراقبين بشكل عام والمراقبين الدوليين، ومن أين جاءوا هؤلاء المراقبين الدوليين؟ حسب المعلومات 1500 مراقب دولي قد عملوا في مراكز الاقتراعات من 56 دولة. وحسب المعلومات الأخيرة لدينا، عدد المنظمات الدولية المراقبة 14، وعدد المراقبين من قبل هذه المنظمات 14 الدولية 977 مراقبة، بما في ذلك من منظمة الأمن والتعاون والأمن في أوروبا 414، بعد واحد من المراقبين الذي تم إلغاء بعثته في الفترة الأخيرة. وعدد العاملين الدبلوماسيين الأجانب في والمعتمدين في من قبل المركز الانتخابات كمراقبين دوليين 104 مراقبا من 51 دولة. في 15 من آذار قامت لجنة الانتخابات المركزية بتنظيم مركز للمراقبين الدبلوماسيين في موسكو، وهذه معلومات قصيرة حول المراقبين. وأود أيضا أن أضيف أنه إذا أردتم أن تعرفوا مزيدا عن هؤلاء المراقبين من أي دولة ومن أي منظمة سوف أعلمكم لاحقا. وقد تحدثت عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأيضا من المفوضية الأوروبية 15 مندوبا، ومن رابطة الدول 256، ومن منظمة شنغهاي للتعاون 26، والبرلمان المشترك بين بيلاروسيا و روسيا 26 مراقبا، ومن الدول الأوروبية 4 مراقبين، ومن الدول العربية كذلك 4 وغيرها. وقد قلت لكم من أي دول وأي منظمات. وفي عام 2012 خلال العملية الانتخابية كان هناك 685 مراقبا من 58 دولة، أي أنه في هذا العام قد زاد عدد المراقبين بالضعف، وعدد الدول أيضا والمنظمات أيضا زاد. وأكرر مجددا أنه من وجهة نظرنا كانت الانتخابات منفتحة وواضحة وشفافة لكل من رغب بمراقبتها، وكان هناك إمكانيات كبيرة لمراقبة هذه الانتخابات بأشكال وأطر مختلفة. وزملائنا جهدوا وبذلوا كل جهود لتأمين عمل المراقبين في الأقاليم الروسية بدون أي عوائق، وقد راقبوا كل ما أرادوا أن يعرفوا عن هذه الأقاليم، وقاموا باختيار الأقاليم لأنفسهم، وبالتالي كنا منفتحين، وكان الجو جو ودي لكي يتمكن زملائنا الأجانب والمراقبين الأجانب أن يقيموا بشكل دقيق وكامل ما يجري هنا.
ولم تكن هناك أي محاولات لتضليل هؤلاء المراقبين. وقد تحدثت مع الكثير مع الأشخاص الذين عبروا عن آرائهم بإيجابية حول هذه المسألة، وأعتقد بأننا قمنا بتنفيذ كل التزاماتنا من هذا الشأن. بالنسبة للنتائج الأولية، وأؤكد أنها أولية للانتخابات، حتى الساعة 9 99.83% من الأصوات، وحسب هذه النتائج 56 مليون أو أكثر من 76.6% حصل فلاديمير بوتين على هذه الأصوات. في المرتبة الثانية ب8.6 ملايين أي 11.8 بافل جرودينن. المرتبة الثالثة فلاديمير جيرينوفسكي وحصل على 400.1 مليون من الأصوات أي 5.6.